في حالة احتمال إصابتك بمرض كورونا كوفيد-19 أو تأكدت من الإصابة به، اتبع الإرشادات العشرة التالية: ابقى في البيت، ولا تذهب إلى العمل، ولا تذهب إلى الأماكن العامة، ويجب أن يبقى كل أفراد أسرتك في البيت. راقب الأعراض التي تظهر عليك بعناية، واتصل بمزود الرعاية الصحية للحصول على الإرشادات. استرح وحافظ على رطوبة جسمك. إذا كان لديك موعد مع الطبيب، اتصل بمزود الرعاية الصحية قبل وصولك وأخبرهم أنك مصاب أو قد تكون مصاباً بكوفيد-19. في حالات الطوارئ، اتصل بالرقم 911 وأخبر المشغل أنك مصاب أو قد تكون مصاباً بكوفيد-19. ضع على أنفك ووجهك منديلاً ورقياً عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي في سلة القمامة. اغسل يديك عدة مرات بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ونظف يديك بمعقم كحولي يحتوي على نسبة 60% كحول على الأقل. ابقى في غرفة محددة، وابتعد عن الأشخاص الآخرين في منزلك بقدر الإمكان، واستعمل حماماً منفصلاً إذا توفر، وإذا تطلب الأمر احتكاكك بأشخاص آخرين، ارتدي كمامة. تجنب استخدام الأشياء الشخصية التي يستخدمها الأشخاص الآخرون في الأسرة، مثل الأطباق والمناشف والأغطية. نظف وعقم الأشياء والأسطح التي تلمسها دائماً، مثل أسطح المكاتب وأسطح الطاولات ومقابض الأبواب. استخدم بخاخات تعقيم المنزل أو المناديل المعقمة وفقاً للتعليمات الموجودة على الملصقات الخاصة بها. هذه الرسالة من مكتب حاكم نبراسكا.